احنا زي ما قال الدكتور يوسفي بنخاطب بعضنا، عاملين حوار ترشان يا جماعه. وبعدين انت محتفل بقصر ثقافه العريش، والله انا محتفل معاك فعلا، لكن في النهايه ما هو برضو ده جبال من الاسمنت او غابات من الاسمنت موجوده. ما انا رحت قصر معمول في حلايب والشلاتين، انا كنت رايح عشان اشوف ثقافه هذا المكان وهذه البلد كانت ايه. للاسف الشديد جدا ولا حد حاسس بحاجه، هم علشان يقولوا لنا ان هم عندهم ملامح ثقافيه معينه عملوا لنا عرض بالليل مثلا، زي ما يكون لموا الولاد الصغيرين من على المقاهي ولا من الاماكن وجابوهم علشان يعملوا عرض للناس القاهرين اللي جايين من القاهره يتفرجوا على بعض ابداع ابناء حلايب. هذه الاماكن المهمه جدا، انا متصور ان سينا دي، يعني انا فاكر انه في سنه 85 86 لما حصل الارهاب بتاع الجماعات الاسلاميه حصل ايه مبادره يا دكتور، مبادره غايه في الاهميه. انا كنت موجود وقتها في مجله صباح الخير، كنت لسه بتدرب، كان 84 و85 و86 كنت لسه متدرب في المجله دي. اللي حصل انه القافله الثقافيه اللي حضرتك بتتكلم عليها انطلقت من صباح الخير، وفيها مسرحية لعادل إمام، وفيها بقى كبار المفكرين والرسامين والكتاب، وراحوا في مواجهة هذا الإرهاب اللي كان موجود وعرضوا في أسيوط. أنت النهارده بتتكلم على أنت اهتزيت لما شفت فيلم الممر، ما احنا بنهتز من يوم أغنية على الممر، لكن بيحصل إيه؟ مفيش مشروع متكامل، مفيش احتفال. النهارده لا أعتقد أن هناك احتفالا يليق بإنه مصر انفصلت في 6 أكتوبر. ربما لاننا من انصار ان السياسه خذلت الحرب، لكن في النهايه هذا انتصار عظيم، وفي النهايه هناك رجل انا مختلف معاه سياسيا، لكن في كل حاله هو الذي اتخذ قرار الحرب ونحييه عليه. وانه احنا النهارده في 25 ابريل استطعنا اننا نحصل على ارضنا، لكن كيف يمكن اننا نترجم الاحتفال بتاعنا ده علشان الاجيال الجديده لا تسقط افكار المقاومه، ما تعرفش حاجه عن سينا. زي ما دكتور يوسف كان بيقول ما فيش حد عارف حاجه عن هذه الجغرافيا في هذه المنطقه في هذا المكان. لابد ان يبقى في قوافل ثقافيه زي ما اتقال الان وتروح، ويكون في كتاب يروحوا يزوروا الاماكن. ما فيش ليه ما فيش عرض مسرحي دلوقتي نقدر نروح؟ احنا الفتره اللي فاتت بتاع 10 سنين اللي كنا بنحارب فيهم الارهاب خلاص تقريبا انحسب، نقدر النهارده اننا نقوم بمشروع ثقافي متكامل. يمكن يبقى فيه متحف في سينا، ممكن يبقى فيه مسرح حرايس، ممكن تبقى فيه مسارح موجوده في سينا. لكن هل احنا سمعنا عن ان وزاره الثقافه قدمت مشروع؟ طب انا قريت على بوابه الهيئه العامه للاستعلامات مشروع عملاق بتريليونات الجنيهات لتنميه سينا. اقسم بالله لا يوجد فيه كلمه واحده عن ثقافه سينا ولا تنميه الثقافه في سيناء. فعشان كده انا مندهش لغايه النهارده احنا بنحتقر الثقافه، نحتقر كدوله. ايوه هذه الثقافه اللي هي المفروض انها هي اساس ومحرك ودينامو وكل الاشياء. انت مش هتقدر تعمل تنميه اطلاقا الا اذا كان عندك ثقافه واعيه ومستنيره وعندك راي عام وعندك ناس. والعمل الجماعي، العمل الجماعي انه ما بقاش فيه كل فرد بيفكر لوحده او ان هو بيقول فكره والتاني بيتصارع معاه عليها، لا، هناك افكار يجب ان هي تنتظم المنظومه بالكامل علشان نخرج منها في النهايه بعمل لصالح هذا البلد. انا يعني مستاء جدا من انه الاحتفالات ما يشعرش بها مازن الشربيني وشادي الشربيني وهم قاعدين النهارده عشان يسالوني هي مصر النهارده بتحتفل بايه يا بابا؟ فنقوم نتكلم انا وهم عن ده، نتكلم عن المقاومه، نتكلم عن فلسطين، نتكلم عن ان احنا اقول لهم ان احنا لبينا مطالب الاسرائيليين من اول السادات ما جه ان احنا